بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى التاسعة عشرة: قد تكون في بعض الصالحين بفعل بعض الناس في ليلتهم، فقد في اليهود في عيسى، وقد في اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، المسألة الثامنة عشرة من مسائل الجاهلية، التاسعة عشرة من مسائل الجاهلية: قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم. فيقدحون في الرسل بفعل بعض المنتسبين إليهم، ويقدحون في الأئمة بفعل بعض أتباعهم. ولا شك أن هذا ظاهر البطلان، لأنه إذا حصل من بعض الأتباع خطأ فإن خطأه ينسب إليه ولا ينسب إلى المتبوع إذا كان المتبوع على حق. فلا يلزم من خطأ التابع خطأ المتبوع، وهذا ظاهر في بعض هذه الأمة، فإنهم يقدحون في الأئمة إذا انتسب إلى مذاهبهم بعض الأشخاص الذين عندهم أخطاء، مثل من يقدحون في الإمام أحمد إذا وقع من بعض أتباعه خطأ في العقيدة بما يسمون بالتشبيه أو التجسيم، فقد تزل قدم بعض الأتباع فيغلو في بعض المسائل، فيفرح بذلك خصوم الحق، فيقولون لو كان هذا الإمام على صواب ما صار تابعه على كذا وكذا، ولم يمحص ويفرق بين مذهب الإمام وخطأ التابع. ومن ذلك ما حصل من متعصبة الحنفية في العصور المتأخرة من الغلو في التقليد ونبذهم النصوص، حتى قال خصومهم إن هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، معاداة النصوص، لأن أتباعه أو هؤلاء الذين ينتسبون إليه يعادون النصوص ويغرقون في التقليد ويعتقدون العصمة لإمامهم، وإمامهم منهم بريء. إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يرضى بأن يؤخذ قوله قضية مسلمة حتى يعرض على الكتاب والسنة، كغيره من الأئمة الأربعة، وغير الأئمة الأربعة من أئمة السلف كلهم يوصون بأن تعرض أقوالهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذ به، وما خالف الكتاب والسنة إنه يترك. هذا الذي أوصوا به جميعا، وعباراتهم في هذا معروف. فالأئمة براء من خطأ بعض الأتباع،
وإن قدر أن يقع لبعض الأئمة خطأ عن اجتهاد فإنه يوصي بأن يترك هذا الخطأ لأنه ليس بمعصوم. فهذا مذهب الأئمة رحمهم الله، فلا ينسب خطأ أتباعهم إليهم، وإنما كل يتحمل خطأ نفسه. فالآن في حملة على المذاهب الأربعة من بعض المتعالمين أو من بعض أعداء الحق الذين يريدون التشويه، حملة على المذاهب الأربعة وعلى أتباعها، ويقولون هذا تقليد والتقليد لا يجوز وإلى آخره. يريدون أن يطلقوا أيدي الناس من مذهب أهل السنة والجماعة فيضيعون، خصوصا في العصور المتأخرة لما قل العلم وقل الإدراك. فلو أن أتباع الأئمة الأربعة تركوا مذاهبهم على قلة إدراكهم وقلة علمهم لحصل الانحراف الكثير ولان الكثير. فيجب التنبه لهذه الدسيسة، وأن اتباع المذاهب الأربعة السنية في الجملة لا بأس به، لكن ليس معنى ذلك الجمود على أقوال الأئمة بدون تمحيص وبدون عرض على الأدلة، وأن يعتقد أن ما قالوه صواب 100%. لا، هذا ما قاله أحد من أهل العلم، بل تؤخذ أقوالهم وتعرض على الكتاب والسنة، فإن وافقت قبلت واستفيد منها، وإن لم توافق فإنها تترك ويؤخذ ما يوافق الحق من قول إمام آخر. فلا حرج، بل يجب على الحنبلي إذا وجد خطأ في مذهب الحنابلة أن يأخذ بالصواب من مذهب الشافعي أو من مذهب الحنفية أو من مذهب المالكية أو حتى من مذاهب الأئمة غير الأربعة كسفيان الثوري والأوزاعي ومن هو قبلهم وقبلهم، يؤخذ بما وافق الصواب. هذا هو المنهج الحق في هذه المسألة. وأما خطأ التابع فلا ينسب إلى المتبوع، وقال لو كان المذهب الحنبلي مذهبا صحيحا ما حكى الخطأ من فلان الحنبلي، كله غلط. ما يلزم من خطأ التابع خطأ المتبوع، ولا يلزم من خطأ المنتسب للمذهب خطأ المذهب ككل. نعم. الإخبار اعتقاده في مصاريف السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء، كما نسبوه لسليمان عليه السلام. المسألة 20، اعتقادهم في مخاريق السحرة. المخاريق جمع خارق، فلو جمعت على خوارق لكان هذا هو القياس. الخارق يجمع على خوارق، هذا هو القياس، ويجمع على مخاريق أيضا، لكن الجمع على خوارق هو القياس الصرفي. الخوارق جمع خارق، أي خارق للعادة، خارق للعادة. وسبق لنا في العقيدة الواسطية أن خوارق العادات التي تجري على أيدي بعض الناس فيها تفصيل، فإن جرت على يد رجل صالح متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فهي كرامة،
فهي كرامة من الله عز وجل أجراها على يده، إما لحاجته إليها وإما لحاجة المسلمين إليها أو لنصرة الحق الذي يدعو إليه. وإن جرت هذه الخارقة على يد عاصم وفاسق وفاجر أو على يد كافر فإنها ليست كرامة، وإنما هي استدراج، استدراج من الله عز وجل أو عمل شيطاني، لأن هذا الفاجر أو هذا الكافر لما تقرب إلى الشيطان خدمه الشيطان فأظهر على يده هذا الخارق ليفتن الناس، كالذين يأكلون الحيات أو يدخلون في النار ولا يحسون بها أو يطيرون في الهواء أو يمشون على الماء، فيظن الناس أن هذه كرامات، ولكن إذا نظر إلى أعمالهم وجدت إما فجور وإما كفر، فهذه ليست كرامات، هذه خوارق شيطانية، والذين عملوها لهم شياطين يحملونهم في الهواء ويحملونهم على الماء ويخبرونهم بالأخبار الغائبة ويخبرون بها الناس، فهي من قبيل عمل الشياطين تجريه على أيديهم للفتنة، فتنة الناس. فهذه الخوارق على قسمين، خوارق وهي كرامات من الله سبحانه وتعالى إذا جرت على أيدي رجال صالحين مستقيمين، وهي أيضا تكون شيطانية وفتنة إذا كانت على أيدي أناس منحرفين عن الحق لصرف الناس عن دينهم واغترارهم بها. وينسبون خوارق السحرة والكهان والمنجمين والكفرة ينسبونها إلى الأنبياء إمعانا في التزوير، وهي في الصحيح تنسب إلى الشياطين لا إلى الأنبياء، لأن الأنبياء لا يأتون بالباطل وهذه باطل. ولهم سلف في هذا، أن اليهود نسبوا السحر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام وقالوا إن السحر من عمل سليمان من أجل أن يروجوه، وهذا كذب وافتراء أكذبه الله في قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فبين سبحانه وتعالى أن السحر لا يليق بالأنبياء لأنه كفر، ولو فعله سليمان لكفر وما كفر سليمان، فبرأ الله نبيه عليه الصلاة والسلام من السحر وبين ممن جاء السحر وأنه من الشياطين وليس من سليمان عليه الصلاة والسلام. وهكذا المنحرفون في هذه الأمة من الصوفية وغيرهم ممن ينسبون خوارق الشياطين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ما حصل هؤلاء على هذه الخوارق إلا لأنهم مسلمون متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أولياء، يسمونهم الأولياء أولياء الله، وهم أولياء الشيطان ليسوا أولياء الله عز وجل. الذي يجري على أيدي هؤلاء الفجرة الكفرة هذا
من الشياطين وأصحابه أولياء الشيطان وليسوا أولياء الرحمن. هؤلاء الذين يأكلون الحيات يطعنون أنفسهم بالسكاكين ويمشون في النار ويطيرون في الهواء ويمشون على الماء، هؤلاء إنما الشياطين تعمل لهم هذه الأعمال لأجل أن يغروا الناس ويخدعوهم، وليست هذه ترى. نعم. الحادية المسألة الحادية والعشرون من مسائل الجاهلية تعبدهم بالمكاء والتصديق. فالمكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق بالأيدي بالأكف. قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. المكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفير. فكانوا يصفرون عند البيت ويصفقون ويعتقدون أن هذا عبادة لله عز وجل، ويعتقدونه صلاة. هذا كان في الجاهلية. وورثهم أقوام يقيمون هذه المسألة الجاهلية، فيصفقون بأيديهم ويصفرون في حفلاتهم واجتماعاتهم التي يسمونها الحفلات الدينية أو المناسبات الدينية. فهؤلاء على دين الجاهلية الذين كانت صلاتهم عند البيت العتيق الصفير والتصدير. ومن هنا نستدل على تحريم التصفيق للرجال من هذه الآية الكريمة، وأن من صفق من الرجال فقد تشبه بالجاهلية. وكذلك من صفق من الرجال فقد تشبه بالكفار، فإن الكفار الآن في احتفالاتهم يصفقون إذا سمعوا ما يعجبهم من كلام الخطيب أو المتكلم، أو إذا أرادوا تبجيل شخص أو تكريمته بزعمهم وتشجيعه يصفقون في المحفل أو في المجلس إعجابا به وإكراما له بزعمهم وتأييدا له. فهذا إنما عرف عن الأمم الغربية، عن الأمم الكافرة. فالذي يصفق من المسلمين في الحفلات وفي الأماكن الخطابة أو يعتدون هذا من التشجيع، هذا متشبه بالدول الكافرة، الدول الغربية. وما كان هذا معروفا في مجتمعات المسلمين، وإنما سرى إليهم من العادات الغربية. ثالثا، أن تصفيق الرجال فيه تشبه بالنساء، لأن التصفيق من خصائص النساء، وقد خصهن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتصفق النساء وليسبح الرجال. فإذا كان الرجال لا يجوز لهم التصفيق في الصلاة وعند الحاجة وتنبيه الإمام لا يجوز لهم التصفيق، وإنما يسبحون، والتصفيق في الصلاة خاص بالنساء، لأن المرأة لا تصوت، لا ترفع صوتها لأنه فتنة. فمن صفق من الرجال فقد تشبه بالنساء. إذن تصفيق الرجال فيه تشبه من ثلاثة وجوه:
تشبه بالجاهلية وتشبه بالدول الغربية الكافرة المعاصرة وتشبه بالنساء، فلا يجوز للرجال التصفيق في حال من الأحوال، حتى عند الحاجة إليه في الصلاة لا يصفق الرجال وإنما يسبحون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنكر شيئا أو أعجبه شيء يكبر، كان إذا أعجبه شيء يكبر، وإذا استنكر شيئا يكبر إعظاما لله سبحانه وتعالى. لما قال حدثاء العهد بالإسلام في غزوة حنين اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر الله أكبر إنها السنن. قلت ما الذي نفسي يده كما قالت بنو إسرائيل لي، كبر استنكارا. فالرجال يشرع لهم التسبيح في الصلاة إذا سهى الإمام، ويشرع لهم التكبير خارج الصلاة إذا أعجبهم شيء أو استنكروا شيئا، أما التصفيق فإنه لا يجوز للرجال وهو سنة جاهلية في نص القرآن العظيم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. نعم. الثانية والعشرون من مسائل الجاهلية أن الجاهلية اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وسبق أن المراد بالجاهلية الكفار من أهل الكتاب والأميين يعني اليهود والنصارى والوثنيون، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، بدل أن يتمسكوا بالدين الصحيح اخترعوا دينا من عند أنفسهم ما أنزل الله به من سلطان، وهذا فعل المبتدعة في كل زمان ومكان يخترعون دينا من عندهم ويخترعون أدلة من عندهم. ففي مجال العقيدة لا يستدلون بنصوص الوحي ويقولون إن نصوص الوحي لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن، فعدلوا إلى القواعد العقلية والمنطقية وعلم الكلام ويقولون هذا يفيد اليقين، الأدلة العقلية تفيد اليقين، وأما أدلة السمع يعني الشرع والكتاب والسنة هذه لا يعتمد عليها في العقيدة لأنها تفيد الظن، والعقيدة لا تبنى على الظن بزعمه، هذا في مجال العقيدة. وكذلك في مجال العبادات أحدثوا بدعا يتعبدون بها لله عز وجل وتركوا السنن التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمروا باتباعه، فعدلوا إلى البدع وتعبدوا لله بالبدع التي أحدثوها أو أحدثها لهم أئمتهم، فصاروا يعبدون الله بالبدع من التوسل بالصالحين، سؤال بجاههم وحفلات الموالد ويظنون ان هذا من محبة الصالحين، الى دعاء الصالحين والاستغاثة بهم من دون الله عز وجل ويظنون هذا من محبتهم ومن اتباعهم والاقتداء بهم، الاقتداء بهم في العمل الصالح والاتباع طيب، لكن عبادتهم من دون الله الغلو فيهم هذا ممنوع، أنه يؤدي إلى الشرك. وفي مجال الحلال والحرام حدث ولا حرج،
يتبعون في التحليل والتحريم أهواءهم، فإن وافق الدليل من الكتاب والسنة أهواءهم فرحوا به، وإن خالف الدليل من الكتاب والسنة أهواءهم وما يفتون به فهم ما بين أمرين: إما أن يحرفوا النص ويفسروه بغير تفسيره، وإما أن يرفضوا العمل به ويقولون هذا لا يتلاءم مع الوقت الحاضر ولا يتلاءم مع مصالح الناس. فهم إما أن يحرفوا النص حتى يوافق أهواءهم ويصرفوه عن ظاهره بالتأويلات الفاسدة، وإما أن يقولوا لا هذا ما يصلح، وحتى لو كان صحيحا ما يصلح، وردوا أحاديث في الصحيحين، ردوا أحاديث في الصحيحين وقالوا حتى لو قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو هذا معروف من العقلانيين المعاصرين، ولهم كتب في هذا وكلام طويل حول السنة النبوية والتلاعب بنصوص السنة، ويشنعون على بعض الأحاديث وعلى رواته، في الحديث إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، هذا أثار ضجة كبيرة عنده، أثار ضجة كبيرة عنده، وقالوا حتى لو رواه البخاري فلا عبرة به، هذا يخالف العلم الحديث يقولون، إلى آخر ما يقولون ويهدون به. فهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا بدل أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله في الاعتقاد وفي العبادات وفي الحلال والحرام، أحدثوا أشياء من عند أنفسهم فما وافقها من الوحي فرحوا به، وما خالفها من الوحي قابلوه إما بالتحريف والتأويل وإما بالرفض، ويقولون حتى لو صح فهو في البخاري أو في الصحيحين ما دام يخالف ما يعتقدونه ما يعتقدونه مقتضى العقل عندهم فإنهم يرفضونه ويضجون حوله ويؤلفون مؤلفات ضد السنة. ولهم كتب في هذا مشهور لا حاجة إلى تسميته، ربما أنكم أدرى به. نعم. الثالث هو المشهور أن الحياة الدنيا أرخص، وظنوا أن عطاء الله من هذه على رضاه، فقولهم نحن أكثر الله رضاه دائما ولا نحن محسدين. الثالثة والعشرون من مسائل الجاهلية أنهم يظنون أن الغنى والثروة تدل على رضا الله، فمن أعطاه الله مالا وأولادا فهذا دليل على أن الله يحبه، ومن لم يعط مالا ولم يعط ولدا فهذا دليل على أن الله قد عاقبه وأنه لا يحبه، فيستدلون بمظاهر الحياة الدنيا على كرامة الله سبحانه وتعالى لأهل هذه المظاهر، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، استدلوا على أنهم ليسوا بمعذبين لأنهم أكثر أموال وأولاد من المسلمين، قالوا ما أعطانا الله هذا المال وهؤلاء الأولاد إلا لكرامتنا عليهم، ولو كان الله يبغضنا ما أعطانا. وهذا موجود الآن عند بعض ضعاف الإيمان من المسلمين، فيعتقدون أن ما أعطى الله أمم الكفر ودول الكفر من الصناعات ومن
البلاد المخصبة الجميلة، يقولون هؤلاء هم الأمم الراقية وهم الأمم المتحضرة وهم أهل الفهم وأهل العقول، وأما المسلمون الذين ليس عندهم شيء من هذه المظاهر الدنيوية فهؤلاء متخلفون، هؤلاء متخلفون. فهم ينظرون إلى جهرة الحياة الدنيا ولا ينظرون إلى عقائد هؤلاء وأخلاق هؤلاء الذين أعطوا زهرة الحياة الدنيا، ولم يتأملوا ما قال الله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قوله تعالى: وذرني ومن يكذب فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قوله سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة استدراج عن باب الاستدراج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا يعني ذهب. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين إلى غير ذلك من الآيات. صاحب الجنتين لما أعطاه الله الجنتين وما فيهما من الأنهار والنخيل والزرع والثمر قال: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه فقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهو ظن أن ما أعطاه الله من هاتين الجنتين وما فيهما أنه دليل على رضا الله عنه وأنه لن يبعث، ولو بعث فإنه سيجد خيرا منهم. غرته الحياة الدنيا والعياذ بالله، غرته نفسه ومات. فيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فإذا رأيت الله يعطي الإنسان من الدنيا وهو على غير طاعة الله فاعلم أنه استدراج، وإذا رأيت الله يعطي الإنسان وهو على طاعة الله فإن هذا إعانة له، والله أعلم سبحانه وتعالى وأحكم. فمن الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه الله لأفسد ذلك عليه دينه. ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى، ولو افتقر لأفسد ذلك عليه دينه. الله جل وعلا يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، قد يكون في منعه رحمة للممنوع، كما يحمي الطبيب مريضه من شهواته رحمة به من زيادة المرض عليه. الله جل وعلا حكيم عليم. والدنيا في الغالب تحمل على الطغيان، ولذلك قارون لما أعطاه الله الكنوز وطلب منه أهل الإيمان أن يشكر الله سبحانه وتعالى قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال بعض المفسرين: على علم من الله أنني أصلح لذلك وأنني أهل لذلك.
فاستدل بعطاء الله له على أن الله يعلم أنه صالح لهذا الشيء وأنه حق له، ولم يعلم أن هذا ابتلاء وامتحان. قال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. يستدل بتنعيم الله له وإعطاه لأن هذا بكرامته على الله سبحانه وتعالى. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الغنى دليل على رضا الله سبحانه وتعالى، بل قد يدل على سخط الله على هذا الإنسان. وليس الفقر دليلا على إهانة الله للعبد، بل قد يكون إكراما له وخيرا له في العاجل والآجل. وإنما يتخذ هذا دليلا أهل الجاهلية ومن سار في ركابهم، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. رد الله تعالى عليهم بقوله: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى حسب حكمته سبحانه وتعالى. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فليست الأموال والأولاد هي التي تقرب إلى الله، وإنما الذي يقرب إلى الله هو العمل الصالح، سواء كان صاحبه غنيا أو فقيرا. هذا هو المقياس، المقياس الإيمان والعمل الصالح هو المقياس. وأما مجرد الغنى والثروة فهذا ليس هو المقياس، بل قد يكون هذا عقول ويكون استدراجا له. نعم. نعم. الرابعة والعشرون من مسائل الجاهلية تركهم الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء، فهم يأنهون ويستكبرون من قبول الحق من أجل الضعفاء الذين سبقوهم إليه. هذا من دين الجاهلية، من دين الجاهلية. وجاء نفر من ملأ قريش ومن أكابرهم فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي لهم المجلس من ضعفاء الصحابة كخباب بن الأرت وخبيب وعمار بن ياسر وبلال ابن أبي رباح وسلمان سلمان هذا في المدينة، فهؤلاء في مكة، هؤلاء النفر بلال وحباب وخبيب وصهيب غيرهم من ضعفاء المسلمين، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي لهم المجلس من هؤلاء وأنهم لا يجالسون هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هداية الناس وتأليف الناس للحق هم أن يمنع هؤلاء وقت مجيء هؤلاء وأن يخلي المجلس لهؤلاء الأكابر، فعاتبه الله ومنعه من ذلك، فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم بين الحكمة الإلهية
في وجود هؤلاء الضعفاء واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هكذا أمره الله أن يستقبل ضعفاء المسلمين وأن يكرمهم وأن يفسح لهم مجلسه وأن لا يمنعهم من الاستفادة من مجلسه وسماع كلام الله سبحانه وتعالى نزولا على رغبة هؤلاء. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا تهديد: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إلى آخر الآية. فمنعه الله من هذه المسألة، وهي إخلاء مجلسه عند مجيء هؤلاء الملأ المتكبرين، وأن يجعل هؤلاء الضعفاء المؤمنين مقدمين في مجلسه، لأنهم جاءوا عن إيمان وصدق، وهؤلاء جاءوا عن تكبر ولا رغبة لهم في الحق. هذه مسألة جاهلية، وهي الأنفة من ضعفاء المسلمين وعدم مجالستهم والاجتماع بهم، هذه مسألة جاهلية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأنه لا يمنع طالب الحق بل يرحب به ويدنى ويقرب، وأما المستكبر فإنه لا يمثل من خلو المجلس له، من خلو المجلس له من ضعفة المسلمين. نعم. الخامسة والعشرون: الاستدلال على أقلامهم بفرق الضعفاء، فقوله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذه مرتبطة بالتي قبلها، الخامسة والعشرون مرتبطة بالتي قبلها، وهي الاستدلال ببطلان الشيء لكونه سبق إليه الضعفاء. وقالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني نحن أهل معرفة وأهل بصيرة وأهل جاه وأهل، وهؤلاء أناس بدائيون، فلو كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حقا ما سبقونا إليه. هذه قالها أهل الكتاب، وقالها أيضا الأميون من المشركين: لو كان ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء وهؤلاء الفقراء. فيستدلون على رفض الحق بسبق الضعفاء إليه، ولم يعلموا أن قبول الحق منه، من الله سبحانه وتعالى، يمن بها على من يشاء، سواء كان غنيا أو فقيرا، فهو لا يخص أهل المال والثروة بقبول الحق دون غيرهم، بل قد يكون الضعفاء أولى بقبول الحق من الأكابر. وسيرة الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم لا يتكبر عن دعوتهم إلا الملأ، يعني أهل القوة وأهل المال،
ولا يتبعهم إلا الضعفاء، كما قال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف الرسالة تأتي لهذا اليتيم الفقير وتتعدى أشراف قريش، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وهو الوليد بن المغيرة في مكة أو فلان من الطائف عروة بن مسعود أو غيره من الطائف، يقولون لو كان هذا حقا ما جاء هذا المسكين هذا اليتيم الفقير، لنزل على هؤلاء الأشراف، نزل على رجل من القريتين من مكة أو الطائف عظيم. قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، رحمة الله جل وعلا يضعها حيث يشاء، وهو أعلم سبحانه وتعالى بمن يصلح لها. فليس المقياس هو العظمة والمال والجاه، وإنما المقياس هو تقوى الله سبحانه وتعالى وتقبل الحق، فمن قبل الحق واتبعه فهذا هو الذي يمن الله عليه سبحانه وتعالى، وهو أعلم من يصنع، فيختار لقبول الحق وللرسالة من هو أليق بها وأصلح لها. الله أعلم حيث يجعل رسالة. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وثمود يقولون أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا منا، يقولون منا من جنسنا، نتبع واحد من جنسنا، لا بد يجينا ملك من الملائكة ما هو من البشر، ما نؤمن حتى يأتي إلينا ملك من الملائكة، أما واحد منا ومن جنسنا ما له فضل علينا فلا نتبع، أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله، الله غني حميد. ومن العجائب تناقضهم أنهم لا يقبلون الرسالة في البشر أو في الضعفاء، في حين أنهم يجعلون الآلهة من الخلق، يعبدون غير الله عز وجل، فهم أنفوا أن تكون الرسالة في البشر ولم يأنفوا أن تكون العبادة في الحجر، هذا من التناقض العجيب. تأنفون أن تكون الرسالة في بشر مثلكم تعرفونه ويتكلم بلغتكم وهذا هو اللائق، ولكنكم لا تأنفون أن تعبدوا صنما أصم أبكم لا يغني شيء ولا يدفع ولا ينفع، بل أنتم أكمل منه، أنتم تمشون وتأكلون وتشربون وتتكلمون تسمعون وتبصرون، هذا حجر أصم أو شجرة أو أحط من ذلك حيوان، كما عبد بنو إسرائيل العجل الذي هو تمثال على صورة عجل، أناس الآن يعبدون البقر في الهند، يعبدون البقر، يعبدون الفروج، ويعبدون أشياء منحطة والعياذ بالله. الألوهية ما يعنفوا، يعبدون القبور الآن، الصوفية وغيرهم في المسلمين يعبدون القبور والأموات، فهم لا يعنفون من أن يضعوا الإلهية في المخلوقين، بينما يعنفون أن تكون الرسالة في البشر.
هذا من القياس الفاسد الباطل. وما منعهم من قبول اتباع الرسل إلا الكبر، إلا الكبر والحسد، أسأل الله العافية. هذا هو الذي منع، كبر والحسد. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هذا كبر، يتركون الحق لأن الذي عليه ضعفاء، فيؤثرون الكفر على الإيمان من باب الكبر، نسأل الله العافية. فهذه طريقة جاهلية، وهي القول بأن سبق الضعفاء إلى اتباع الرسل دليل على عدم صحة رسالته. بل إن أبا سفيان لما كان على الكفر وكان في الشام مع حملة تجارية، ووصل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، طلب هرقل من بالشام من أهل مكة، فجيء بهؤلاء النفر يتقدمهم أبو سفيان، فأجلس أبا سفيان بين يديه وأجلس قومه خلفه وقال إن كذب فردوا عليه، وسأله عن هذا الرجل الذي جاء منه هذا الكتاب عدة أسئلة، منها أنه قال هل يتبعه الأقوياء أو الضعفاء؟ قالوا بل يتبعه الضعفاء. قال تلك الرسل إنما يتبعهم الضعفاء. فأقر هرقل بما يجد من الكتاب الذي عنده من صفات الرسول أنه يتبعه الضعفاء، بينما هؤلاء أنكروا اتباع الضعفاء وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فهذا هو الحق، أن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فإنما يعطيه من يحب، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء ولا حجبها عن أوليائه. فليس المقياس هو الثروة والغنى والجاه والأولاد، وإنما المقياس هو الإيمان والعمل الصالح وقبول الحق. فمن تقبل الحق وعمل به فهو السعيد، سواء كان غنيا أو فقيرا، ولو كان لا يملك من الدنيا ولا قطيرا. ومن رفض الحق وتكبر فهذا هو الشقي، ولو كان يملك الملايين ويملك الثروة الكبيرة والضخمة، هذا شقي ولا تنفعه ثروتك ولا مالك. هذا هو المقياس الصحيح عند أهل الإيمان. نعم. سادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وعلموا أنه كتاب الله، صاروا يحرفونه إذا لم يوافق أهواءهم حتى يتوافق مع رغباته. وهذه صفة اليهود والنصارى، وتبعهم فيها من هذه الأمة فرق الضلال المنحرفة عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءه، وما خالف أهواءهم سطوا عليه بالتحريف حتى يوافق أهواءهم. والتحريف مأخوذ من الانحراف، وهو الميل عن الحق،
وهو على نوعين: تحريف لللفظ وتحريف للمعنى. تحريف اللفظ بأن يزاد فيه كلمة، مثل ما قال الأشاعرة في قوله تعالى: استوى الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، زادوا اللام، زادوا اللام وفسروا الاستواء بمعنى الاستيلاء، زادوا اللام آمين. هذا تحريف لللفظ. وكما أن اليهود حرفوا نص التوراة، قال لهم: قولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا، فغيروها وقالوا حنطة بالنون يعني الأكل، لأنه يتبعون شهواته، زادوا النون. فنون اليهود تشابه لام الأشاعرة، وهذا تحريف لفظي. أو تحريف الشكل، الشكل الإعرابي، كما يذكر بعض القراء، أظنه أبو عمرو بن العلاء، أنه جاءه الجهم بن صفوان الجهمي فقال له: أريدك أن تقرأ قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. أن تقرأها بالنص فتقول: وكلم الله موسى تكليما، علشان يكون المكلم هو موسى ويكون المكلم هو الله، حتى لا يكون في الآية دليل على أن الله يتكلم. فقال له أبو عمرو بن العلاء على ما أظن أو غيره من القراء: هبني فعلت هذا، فما لا تقول في قوله تعالى: وكلمه ربه. فانخصم الخبيث، لأن هذه ما فيها حيلة، وكلمه ربه، فدلت على أن المكلم هو الله وأن المكلم هو موسى عليه السلام. هذا من تحريف اللفظ. وهذا موجود الآن عند طوائف الضلال، يحرفون الألفاظ ما استطاعوا. جاءوا على قوله تعالى، على قول الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ أين الله؟ لما كان أين الله تدل على أن الله في جهة، جهة العلو. قالوا: لا، هذا ما هو صحيح، ما قال أين الله، قال: من الله؟ فأين بمعنى من، بمعنى من. وهذا مهم موجود في لغة العرب، أن أين تأتي بمعنى، بمعنى من. لكن يريدون تحريف، تحريف النصوص. وأما تحريف المعنى فحدد ولا حرج، يفسرون النصوص على حسب أهوائهم، يفسرونها على حسب أهوائهم، يصرفونها عن ظاهرها المراد إلى معنى آخر، مثل تفسير اليد، يد الله فسروها بالقدرة، فسروها بالقدرة، فيد الله فسروها بالقدرة. لكن ماذا يعملون بقوله: لما خلقت بيدي؟ هل الله سبحانه وتعالى ليس له إلا قدرتين فقط؟ مثنى هذا: لخلقت بيدي، خلقت بيدي، أولا أضاف الخلق إليه، خلقت، ثم قال بيدي. لكن يقول: لا، المراد بيد القدرة، والمراد بالرحمة النعمة، المراد بالرحمة النعمة، والمراد بالوجه الذات، إلى آخر هذيانهم. فيحرفون الكلمة عن مواضعه بصرفه عن المعنى المراد الذي هو سياق الكلام ومضمونه إلى معنى آخر غير مراد، من أجل أن يوافق مذهبهم وأهواءهم. هذا من تحريف المعنى، وهو تفسيره بغير تفسيره الصحيح. وقد سبقهم إلى هذا أهل الكتاب، سبقهم إلى هذا أهل الكتاب،
فهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. الآية الآية التي عندك تحريف التي ما عقلوه وهم يعلمون، هذا مضمون الآية، هذا مضمون آية البقرة. لا لا، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه طريقة أهل الكتاب، لما كان في التوراة والإنجيل صفات النبي صلى الله عليه وسلم حرفوها وفسروها بغير تفسيرها وقالوا هذه لا تعني محمدا صلى الله عليه وسلم وإنما تعني كذا وكذا، ولهذا توعدهم الله بقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا جرى عليه الضلال من هذه الأمة بما يؤلفونه من كتب الضلال، تحريف نصوص آيات الصفات وتحريف نصوص أدلة التوحيد والعبادة وتفسيرها بغير تفاسيرها الصحيحة في كتبهم الموجودة المطبوعة والمحققة الآن. هذا مثل وهذه وراثة لأهل الكتاب الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يضيفونه إلى الله سبحانه وهو من وضعهم، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه شركة يهودية سار عليها الظلال من فرق هذه الأمة في كتبهم المحرفة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة خطيرة جدا. الصلاة لا تصح معه، واجب على أتباع السنة يجعلون لهم مصلى يصلون العيد فيه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة الرسول ما كان يصلي العيد عند المقابر ولا في المقابر، وإنما مصلى العيد معروف، مصلى العيد معروف غربي المسجد النبوي عند المكان اللي يسمى الآن مسجد الغمامة، وأما المقبرة هي في البقيع خلف شرقي المسجد النبوي بينهم مسافة، فصلاتهم عند المقابر هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تخصيص العيد أو الجمعة لزيارة القبور هذا لا أصل له، القبور تزار في أي وقت، في أي وقت يتسنى للإنسان أنه يزورها غير مخصص بيوم للزيارة الشرعية. وأما غرس الجريد هذا بدعة، ما كان هذا من عمل المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا مرة مع قبرين يعذبان، وما كرر هذا مع جميع القبور وما عمله الصحابة قط، فهذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما تزار القبور للسلام على أموات المسلمين والدعاء لهم والاعتبار والاتعاظ في أي يوم تيسر للإنسان. وأما الصلاة فلا تكون عند القبور، لا صلاة العيد ولا غير صلاة العيد.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد حتى ولو كانت خلف ظهورهم، ما داموا في المقبرة إنها لا تصح صلاة، ما داموا في المقبرة في ساحة المقبرة ولو كانت القبور خلف ظهورهم. نعم. يا أخي لم تفهم الوضع أنت. قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، وإنما هو في بيته عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات دفن في بيته حفاظا عليه من افتتان الناس به، لأنه لو أبرز ودفن في البقيع لافتتن الناس بقبره، فدفن في بيته حفاظا عليه. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك، يعني خشية الفتنة، لأبرز قبره غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا. فدفن في بيته، بيته كان خارج المسجد، كان خارج المسجد في حجرة عائشة، في بيت عائشة رضي الله عنها، كانت بيوت النبي كلها خارج المسجد. فلما وكان الخلفاء يزيدون في المسجد من الجهة الغربية ويتركون بيوت الرسول على حالها، لا يوسعون المسجد من الجهة الشرقية بعدا عن الفتنة اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومضى على هذا عهد الخلفاء الراشدين وعهد معاوية رضي الله عنه وعهد عبد الملك بن مروان، حتى جاء الوليد بن عبد الملك فأراد أن يوسع المسجد النبوي لكثرة الناس، فأدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد خطأ، ولم يوافقه على هذا أهل العلم، ولم يكن هذا بمشورته، هذا خطأ وليس هو عمل أهل العلم، إنما هو عمل سلطاني اجتهادا منه رحمه الله وعفى عنه، ولكنه خطأ. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، والمسجد مؤسس من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قبل وفاته بعشر سنين عليه الصلاة والسلام، وما كان فيه قبور ولا دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا بحجة، أن يتخذ الخطأ في إدخال البيت حجة في الصلاة عند القبور، لا، ما يجوز. نعم. الناس يصلون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو مسجده، والذي الصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سواه، ولا يقصدون القبر ولا الصلاة عند القبر. نعم. وقال الحمد لله، هذا واضح، كون عمر أنكر وقال القبر القبر، هذا دليل، هذا تحذير، دليل على أنها لا تجوز الصلاة عند القبر. وكون أنس ما درى، أنس بن مالك رضي الله عنه ما درى، والذي لا يدري هذا معذور. فلما نبه انحرف عن القبر، رجع إلى الصواب. هذا حجة لنا أن لا تجوز الصلاة إلى القبور. نعم. الدعاء للمسلمين عموما مطلوب، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالدعاء للمؤمنين عموما مطلوب، وولاة الأمر أولى المؤمنين بذلك، لأن صلاحهم صلاح للإسلام والمسلمين،
وفي إظهار الدعاء لهم على المنابر مخالفة إظهارا للمخالفة للمعتزلة والخوارج، كما أن الترضي عن الخلفاء الراشدين هذا فيه إظهارا لمخالفة الخوارج والرافضة الشيعة، فالمسلمون يعملون هذا إظهارا لمخالفة المبتدعة، وأيضا يفعلون هذا لأن ولاة المسلمين هم المؤمنين، والله أمرنا بالدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم، وولاة الأمور أولى بذلك، لأنهم إذا صلحوا صلح بصلاحهم غيره. وماذا يضرك إذا أصلح الله ولاة الأمور وهداهم؟ لا يغيظك هذا؟ لكن الناس اللي عندهم زير وعندهم ضلال يريدون تفريق الكلمة، ولا يريدون أن يصلح ولاة الأمور، يريدون إزالتهم بأي وسيلة، ويغيظهم لو صلحوا، لأن هواهم غير هوى المسلمين، نسأل الله العافية. وقال بعض السلف أنكر هذا، إن صح هذا هم خطأ منه، هم ليسوا معصومين، يخطئون. وجمهور المسلمين ومنهم الأئمة يدعون لولاة الأمور، حتى قال الإمام أحمد: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة تصرفتها للسلطان، مع أن السلطان في وقته كان يؤذيه ويعذبه، ومع هذا يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. لما يجعل الله في صلاحه من الخير وجمع الكلمة ودرء الشرور عن المسلمين؟ فلا تثير هذه المسائل. أنتم طلبة علم، يجب أنكم تعلمون الناس السنة وتعلمونهم ما فيه المصلحة وما فيه الخير، ولا تنشرون مذهب الخوارج والمعتزلة تشهرون بهذه الأمور، هذا أمر لا يجوز. نعم. سمعتم الكلام في هذا، فلا داعي لإعادته، وأن هذا باطل، وهذا محاولة لإزالة الإسلام وإحلال اليهودية والنصرانية مكانه، أو تزويد الإسلام في هذه الأديان، يذوب الإسلام ويدخل مع اليهودية والنصرانية، وإذا أذيب زال الإسلام. الإسلام هو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل من أحد سواه، فمن أراد الجنة فليتبع الإسلام، ومن أراد النار فليبقى على اليهودية والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن بي منها، لا والله لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لأن الله جل وعلا يقول: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، صدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم أسري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فلا دين إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إنه سوى بينه وبين اليهودية والنصرانية فهذا تسوية بين الكفر والإيمان، بين الشرك والتوحيد، وهذا خلق وإذابة للإسلام، نسأل الله العافية. وهذا تسوية بين الحق والباطل، ورضا بالكفر وإقرار بأن دين اليهود والنصارى صحيح مثل دين الإسلام، نسأل الله العافية. وأي ضلال وأي كفر أشد من هذا، فهذا تضليل وهذا خداع وهذا مكر، ولا يجوز للمسلمين أبدا
أن يشاركوا في هذه المؤتمرات أو أن يدعو، بل الواجب إنكارها ومنعها من بلاد المسلمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.